بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أعزائي وأحبائي طلاب مدرسة التميز النموذجية الصف الثاني عشر علمي، نلتقي بكم مجددا في درس جديد من دروس مادة الأحياء. درس اليوم يا شباب، بعد ما درسنا الطفرات هندرس اليوم إن شاء الله درس بعنوان الجينات والسرطان. درس من الدروس المهمة جدا، ودائما بتيجي في أسئلة في الامتحان، فركز مع بعض. نسترجع مع بعض يا شباب، خدنا جزيء الوراثة، وخدنا تركيب الحمض النووي، وخدنا من التركيب الجيني إلى التركيب الظاهري البروتين والتركيب الظاهري. والدرس الماضي كان درس الطفرات، درس اليوم 6-1 وهو عبارة عن الجينات والسرطان، وده يعتبر آخر درس في الفصل الأول اللي هو بعنوان الحمض النووي والكروموسومات. نبدأ مع بعض يا شباب بعض الأسئلة اللي هي بتوضح الجينات والسرطان. هناخد من خلال درس اليوم يا شباب ما المقصود بالسرطان، أيضا كيف يحدث السرطان وما أسبابه، أيضا ما علاقة السرطان بالطفرات، وهل له علاج أم لا. قبل ما نبدأ الدرس يا شباب هنشوف مقطع فيديو يوضح ملخص كامل لدرس اليوم، وبعد كده هنبدأ نستكمل الدرس مع بعض. نشوف مقطع الفيديو يا شباب وبعدين نستكمل الدرس. نشوف مقطع الفيديو مع بعض. هنشوف مع بعض يا شباب فيديو يوضح درس الجينات والسرطان. في البداية يا شباب احنا عارفين جسم الإنسان بيتكون من مليارات الخلايا، يعني كل جسم الإنسان عبارة عن مليارات الخلايا، بدأت بخلية واحدة. هذه الخلايا تحتاج للتجديد المستمر طوال حياة الإنسان، يعني الخلايا مش ثابتة، بتتجدد. زي ما احنا شايفين الخلية أول ما بتهرم يعني تبدأ تدمر نفسها في عملية بنسميها الموت المبرمج، عملية تدمر الخلية نفسها بنسميها الموت المبرمج. تسمح هذه العملية بإنتاج خلايا جديدة بتكون أكثر نشاطا وأكثر حيوية من الخلايا التي هرمت وتكبت. عملية انقسام مستمرة في الخلية باستمرار. عملية انقسام أي زي ما قلنا يضعف يتبعها تضاعف حمض الـ DNA. يتم عملية انقسام الخلية حسب جين بنسميه ببروتو أنكوجين. هذا الجين متحكم تماما في عملية انقسام الخلية. قد تحدث طفرة في هذا الجين ويتحول إلى جين مسبب للأمراض، نسميه جين مسبب للأمراض. طيب الخلية أول ما بتفقد السيطرة عليها، يعني يحدث خطأ في البروتو أنكوجين، فقدت الخلية السيطرة على عملية انقسام، فبالتالي يحدث كتلة من الخلايا بنسميها ورم. تحدث كتلة من الخلايا بنسميها ورم. الأورام يا شباب بنقسمها إلى قسمين، بنقسم الأورام إلى قسمين. عندي أنواع الأورام. الأورام عبارة عن أورام حميدة وأورام خبيثة. أنواع الأورام كلها بتشترك في أن الجينات المسؤولة عن إنتاج خلايا جديدة لا تتوقف عن العمل. الأمراض السرطانية لا تتوقف الخلايا بتاعتها عن عمل، مستمرة بالزل، والخلايا السرطانية لا تتجاوب مع الإشارات التي توقف انقسام الخلايا فتتكاثر، بذلك توقف مكون الورم. الورم أول نوع، الورم الحميد، لا يغزو الأنسجة الأخرى في الجسم، قليلة المشاكل، ويمكن إزالتها بالجراحة زي ما احنا شايفين، يعني تزال بجراحة ولا تنتشر في مكانها، تظل في مكانها، يمكن إزالتها بسهولة. دي بنسميها الأورام الحميدة. النوع الثاني وهو الأورام الخبيثة، خلايا قادرة على التحرر من الورم والدخول إلى الأوعية الليمفاوية، يعني تتحرر من مكان الورم وتتجه إلى أماكن بعيدة في مواقع مختلفة، وهذه العملية بنسميها الانبثاث. الانبثاث يا شباب هي عبارة عن أن الخلايا تتحرر من الورم وتدخل إلى الأوعية الدموية وتحدث أورام في أماكن في أماكن جديدة. ده بالنسبة للأورام الخبيثة. يبقى إذن هنا شباب نوعين من الأورام، أورام حميدة وأورام خبيثة. كيف يتحول الجين المسؤول عن الانقسام إلى جين أورام؟ يعني كيف يحدث خطأ في البروتو أنكوجين؟ في البداية شباب الحالات الطبيعية يتم ترجمة الجينات السليمة إلى بروتينات سليمة، يعني كل جين يتم إلى بروتين سليم. تعمل هذه البروتينات على ضبط انقسام الخلية وتمايزها. البروتينات بتعمل على ضبط انقسام الخلية وتمايزها. هنا بيتكون معايا عامل نمو سليم، فبالتالي عملية الانقسام بتكون انقسام طبيعية. كيف يتحول هذا الجين ويصبح مسبب للأورام؟ إما عن طريق حدوث طفرة جينية، إما عن طريق حدوث طفرة جينية ينتج عامل نمو ضخم. حدوث طفرة جينية يبقى تحول الجين ويصبح مسبب الأورام في ثلاث طرق. الطريقة الأولى حدوث طفرة جينية ينتج عامل نمو ضخم زي ما احنا شايفين، ويسبب انقسام خلوي سريع غير منتظم ويديني عامل نمو ضخم.
الخطأ الجزء العامل الثاني وهو خطأ في تضاعف الـ DNA، تنتج عنه نسخ متعددة من الجين فتزيد كمية عامل النمو في الخلية ويديني كمية زائدة من عوامل النمو. يعني عندما يحدث خطأ في الـ DNA تنتج عن نسخ متعددة في الجين فتزيد كمية عامل النمو. العامل الثالث تغير موقع الجين على الكروموسوم، قد يسيطر بادئ جديد زي ما احنا شايفين كده على الجين يسمح بتكرار نسخ مما يؤدي إلى إنتاج العديد من عوامل النمو، تبدأ تتكون مجموعة كبيرة جدا من عوامل النمو أو كمية زائدة من عوامل النمو زي ما حدث في خطأ الـ DNA. طيب هناك جين آخر يمكن أن يسبب إنتاج السرطان، يعني بالإضافة للثلاث عوامل اللي احنا خدناهم زي ما شايفين في صورة 52، الجينات القامعة للأورام. كلمة جين قامع للأورام يا شباب هي مسؤولة عن منع نمو الخلايا السرطانية وتعرف بمضاد جين الأنتيجين، جين الأورام. يبقى جينات مسؤولة عن منع نمو خلايا سرطانية، إذا حدثت طفرة في هذا الجين قد تؤدي إلى خلايا سرطانية زي الطفرة في سرطان الشبكية، ودي بتكون على الكروموسوم رقم 13 زي ما نشوف، وهي طفرة متنحية. يبقى إذا عند الكروموسوم رقم 13 بتحدث في طفرة متنحية وده سرطان الشبكية. أسباب الطفرات، ليست كل الطفرات أسباب الطفرات الجينية ليست كل الطفرات تسبب السرطان، ولكن بعض العوامل المسببة للطفرات وليس كلها تسبب السرطان. العوامل البيئية بنسميها العامل المطفر، العامل البيئي الذي يسهم في تكوين الجينات الطافرة بنسميه عامل مطفر، زي الإشعاع الذي ينتج من الحوادث النووية وبعض أنواع المواد الكيماوية. العامل الذي يسبب حدوث السرطان يسميه العامل المسرطن. مهم جدا يا شباب التعريفين العامل المطفر والعامل المسرطن، زي القطران وقطران في السجائر والعقاقير والمواد الكيماوية والفيروسات والأشعة الفوق بنفسجية التي تسبب سرطان الجلد. بعد كده يا شباب كيف تسبب السرطانات تغير في حمض الدي ان ايه، ودي اخر جزئيه معاي. في بعض المسرطنات تشابه كيميائيا مع القواعد الدي ان ايه وتسمى قواعد موازيه. القواعد الموازيه مهمه جدا وركز عليها يا شباب، تندمج مع جزيء الحمض الدي ان ايه وتسبب خلل زي ما احنا شايفين في الرساله الوراثيه. بعض السرطانات تتشابه كيميائيا مع القواعد الدي ان ايه وتسمى القواعد المتوازيه. بعض المسرطنات تتفاعل مع القواعد المتوازيه دي في حمض الدي ان ايه وتحدث تغيير زي كده، يتغير تبدا تتفاعل معها ويبدا يحدث تغير في حمض الدي ان ايه. ده ملخص سريع يا شباب للجينات والسرطان، ونستكمل مع بعض الدرس. بعد ما شفنا مقطع الفيديو يا شباب هنبدا مع بعض اول جزئيه في الدرس وهي عباره عن الطفرات بالضبط. في البدايه في العالم روتنجن كان سنه 1895 اكتشف الأشعة السينية والتقط صورة كانت الأولى من نوعها، ودي كانت صورة زوجته. فبدأ العلماء يستخدم الأشعة السينية في تشخيص الأمراض وعلاجها، ولكن الإسراف في استخدامها قد يحدث طفرة مسببة مرض السرطان. هذه الطفرة قد تكون عشوائية، أو الطفرات أو معظم الطفرات عشوائية، قد تكون ضارة مميتة أو غير مؤثرة، وتعتبر مصدر للتنوع الجيني في الكائنات مع البيئة المحيطة. عندما تحدث الطفرة في الجينات التي تسيطر على نمو الخلايا وانقسامها يحدث السرطان. يعني إذن حدوث السرطان قد يكون نتيجة طفرة في الجين الذي يسيطر على نمو الخلايا زي ما شفنا من خلال الفيديو، وشو خدنا الثلاث عوامل اللي هم بيسببوا، ونبدأ نشرحهم من تاني بالتفصيل. السرطان التعريفي بتاعه مرض تسبب نمو غير طبيعي للخلايا لعدم استجابة الخلايا للإشارات التي توقف الانقسام. يعني إذا توقفت الخلايا عن الاستجابة للإشارات التي توقف الانقسام فإنه تفقد السيطرة على الانقسام ويحدث السرطان. السرطان مرض يسبب نمو غير طبيعي للخلايا لعدم استجابة الخلايا للإشارات التي توقف الانقسام. تحدث المشاكل عندما تهاجم الخلايا السرطانية الجهاز المناعي، وعندما تتكاثر الخلايا السرطانية وتحدث الأورام. في البداية شباب هناخد أنواع الأورام. عندي نوعين الأورام، أول نوع وهو عبارة عن الأورام الحميدة. الأورام الحميدة لا تخرج الى الانسجه المحيطه، يعني تظل مكانها ما تروحش الانسجه المحيطه، تحدث قليلا من المشاكل يمكن ازالتها بالجراحه. دي اهم مميزات او خصائص الاورام الحميده، لا تغزو الانسجه المحيطه، تحدث قليل من المشاكل يمكن ازالتها بالجراحه. اما النوع الثاني وهو الامراض الخبيثه. الامراض الخبيثه يا شباب تغزو الأنسجة المحيطة وتتدخل أيضا في وظائفها، يعني تبدأ تهاجر من أماكنها إلى أماكن بعيدة زي عملية الانبثاث.
تسبب ضرر كبير جدا للخلايا والأنسجة، يصعب علاجها وقد تحتاج إلى علاج كيماوي. يعني بالأمراض الخبيثة عشان نعالجها لازم تستخدم فيها العلاج الكيماوي. هذه الأمراض أو الأورام تشترك جميعها في أن الجينات المسؤولة عن إنتاج هذه الخلايا لا تتوقف، تظل باستمرار تنتج خلايا جديدة باستمرار. يعني جميع الأورام الجين المسؤول عن إنتاج الخلايا الجديدة لا يتوقف. انتشار الورم الخبيث إلى مواقع بعيدة بنسميه الانبثاث. يبقى إذا التعريف ده مهم جدا يا شباب، دائما بيجي في الامتحان. الانبثاث عبارة عن انتشار الأورام الخبيثة إلى مواقع بعيدة جدا، تهاجر إلى الخلايا الليمفاوية وخلايا الدم وتبدأ تهاجر إلى أماكن بعيدة. الجين الذي يسبب سرطان الخلايا بنسميه جين الأورام. الجين الذي يسبب سرطان الخلايا بنسميه جين الأورام. بعض الأمراض أورام وراثية مثل سرطان شبكية العين اللي هو قلنا موجود على الكروموسوم رقم 13، وده ورم وراثي وتسببه، وهو يعتبر من الصفات المتنحية، يعتبر من الصفات المتنحية اللي هو مرض شبكية العين. كيف يصبح الجين مسبب للأورام؟ خدنا زي ما شفنا في الفيديو شباب، عندي ثلاث أسباب تؤدي إلى حدوث الأمراض الورم، أو ثلاث طرق أساسية بحيث يصبح الجين مسبب للأمراض. الوضع الأول طفرة جينية زي ما احنا شايفين كده من خلال الرسمة. الطفرة الجينية شباب بتحدث في عامل النمو، تسبب إنتاج كميات طبيعية منهم، قد يتحول البروتين لعامل نمو ضخم. شوف كده عامل نمو ضخم يسبب انقسام سريع وغير منتظم، وده السبب الأول من أساسيات لكي يصبح الجين مسبب للأمراض. الطريقة الثانية وهي خطأ تضاعف في الدي ان ايه، خطأ في تضاعف الدي ان ايه، قد يحدث هنا زي ما احنا شايفين كده خطأ في تضاعف الدي ان ايه. هذا الخطأ يسبب نسخ جينات عديدة، يعني تبدأ تحدث نسخ جينات عديدة تزيد كمية عوامل النمو، تعمل الجينات المتضاعفة معا كجينات مسببة للأمراض، وهنا بيديني كمية أكبر من عامل النمو الطبيعي. الطريقة الثالثة وهي تغير موقع الجين، تغير موقع الجين. قد يحدث بادئ جديد يغير موقع الجين بفعل طفرة الانتقال زي ما شفنا من خلال المقطع الفيديو، يسبب سيطرة بادئ جديد للجين بسبب تكرار نسخ الجين وإنتاج أيضا عوامل النمو أو عدد كبير جدا من عوامل النمو فيحدث الورم. دول ثلاث طرق كيف يصبح الجين مسبب للأمراض، ومهمين جدا يا شباب، سواء عن طريق الطفرة الجينية أو خطأ في تضاعف الـ DNA أو تغير موقع الجين. الثلاث أسباب أو الثلاث طرق الأساسية يا شباب بتدينا حاجة بعد كده ناخد الأورام أو كيف يحدث السرطان. يحدث السرطان إذا لم تستجب الخلايا الإشارات التي توقف الانقسام. يبقى إحنا إذا الخلايا إذا حدث خلل في الجين اللي بيتحكم في عملية الانقسام، فهنا بيبدأ تحدث الأمراض السرطانية. الخلايا تصبح سرطانية إذا لم تستجيب الإشارات التي توقف الانقسام. تبدأ الخلايا السرطانية في التكاثر بدون توقف، فتحدث الأورام أو الأورام سواء الأورام الحميدة أو الأورام الخبيثة. توجد جينات تمنع نمو الخلايا السرطانية بنسميها الجينات القامعة للأورام، الجينات القامعة للأورام، وهي تعريفها مهم جدا، هي مسؤولة عن منع نمو خلايا الأورام السرطانية، وأيضا بسموها مضاد جين الأورام، بسميها مضاد جين الأورام. إذا حدثت طفرة لهذا الجين يتوقف عمله ويزيد نمو الخلايا بشكل غير منتظم. إذا حدثت طفرة في هذا الجين فبالتالي يتوقف العمل بتاعه ويزيد نمو الخلايا بشكل غير منتظم. سرطان الشبكية زي ما تكلمنا عنه يا شباب يحدث بسبب طفرة في الجين القامع على الكروموسوم رقم 13، والطفرة تعتبر طفرة متنحية، الذي يملك الجين واحد منها لديه استعداد لأن يظهر عنده مرض سرطان الشبكية. كيف يحدث ده بالنسبة لي كيف يحدث السرطان المرض. ناخذ أسباب بعد كده الطفرات الجينية أو أسباب السرطان. عوامل بيئية، والتعريفين هنخذهم تعريفين مهمين جدا شباب. عوامل بيئية، العامل الذي يحدث طفرة يسمى عامل مطفر، العامل الذي يحدث الطفرة بنسميه عامل مطفر. يبقى إذا عوامل بيئية أو العامل البيئي الذي يحدث الطفرة بنسميه عامل إيه مطفر. من العوامل البيئية زي المواد الكيميائية الموجودة في التبغ اللي في السجائر والإشعاع النووي
الناتج عن المحطات النووية. أيضا العامل المطفل الذي يساعد في حدوث السرطان، العامل المطفل الذي يساعد في حدوث الطفران نسميه بحدوث السرطان عفوا بنسميه عامل مسرطن. يبقى العامل المطفل الذي يساعد في حدوث السرطان يسمى عامل مسرطن، زي قطران السجائر، وايضا زي اصباغ الشعر، ايضا زي ماده الكلوروفلوروكربون، الاشعه الفوق بنفسجيه، الفيروسات، كل هذه بنسميها عوامل ايه؟ عوامل مطفره، عوامل تسبب حدوث ايه؟ السرطان. من التعرض للاشعه او الاشعه الفوق بنفسجيه يسبب سرطان الجلد، التعرض للاشعه فوق البنفسجيه يسبب سرطان الجلد، اللي هو طبقه الاوزون تحمينا من الخطر. فمركب الكلوروفلوروكربون اللي هو سي اف سي ده يساهم في تدمير طبقه الاوزون، فبالتالي تبدا تنفذ الاشعه الفوق بنفسجيه وتسبب سرطان الجلد. اخر شريحه معايا شباب، كيف تسبب المسرطنات تغير في الدي ان ايه؟ كيف تسبب المسرطنات التغير في الدي ان ايه؟ طبعا تختلف الاجابه باختلاف نوع العامل المسبب للطفره. يمكن ان تسبب العامل المسرطنه للسرطان اما باستبدال القواعد في حمض الدي ان ايه، المسرطنات تقوم باستبدال القواعد في الدي ان ايه او تغيرها، اندماج القواعد المتشابهه او القواعد الموازيه. اندماج القواعد الموازية مع الدي ان ايه يسبب خلل في الرسالة، اندماج القواعد المشابهة مع الدي ان ايه يسبب خلل في الرسالة الوراثية. تتفاعل السرطان المسرطنات مع الدي ان ايه، فبالتالي يحدث تغير فيها وتنتقل الى الخلايا ايه؟ الخلايا البنوية. ترتبط قدرة المواد الكيميائية على احداث السرطان بقدرتها على احداث الطفرات. إذا تسبب المسرطنات التغير في حمض الدي ان ايه، والقواعد المتوازيه شباب من الشغلات الاساسيه المهمه جدا دائما بيجي في الامتحان، اندماج القواعد مع الدي ان ايه يسبب خلل في الرساله الوراثيه، تفاعل المسرطنات مع قواعد الدي ان ايه يحدث تغير فيها وينتقل للخلايا البنويه. قدره المواد الكيماويه على احداث السرطان مرتبطه بمدى قدرته على احداث طفره، يعني اذا قدرت تحدث طفره فبالتالي تحدث ايه؟ تحدث السرطان. ده يا شباب كان درس اليوم، وهو عبارة عن درس الجينات والسرطان. شكرا لحسن الاستماع وجزاكم الله كل خير، نتمنى لكم مزيد من التوفيق والتميز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.